هنا فين تلاقيتي معاه واش ما درتي باش تلاقيتي؟ انا عاود لك صراحه فهمتي ما كنتش مشارجي شي ابليكاسيون ديال التعارف ولا شي حاجه فهمتي. اوكي غا كنت كنسير كيلي في لي باج ديال راك عارف هادشي ديال امريكا خصوصا هادشي ديال ترافل هادشي ديال كنت ديك الساعات كنقلب على شي لعبه في المغرب هادو مروكو ترافل واحد الباج سميتها مروكو ترافل فيها شي راه فايت مع واحد الدريجه من النيت راه هاد الجروب دابا اللي في فيسبوك كاين كبير جروب ديال السفريات كيجيو فيه كيجيو المراكنه تمايا ولا كيجيو من العالم كامل وراه فيه المراكنه فيه استراليا فيه العالم كامل تما مجموع فيه المغاربه فيه كلشي. انت راه دابا الحاله الثالثه حيتاش ديجا طلع معايا واحد الواحد ولا جوج الناس من داك الجروب تعرفوا على قوريات وجابوهم ودخلتي كي درتي صيفطتي ليها وكيفاش وقع بيناتكم؟ وشوف كنت انا سهران شويه فهمتي ما عرفتش اش كان الويكاند كنت سهران دخلت لاحو بوسطه واحد البوست فهمتي بوست جديد وكانوا لي لايك ماشي بزاف شنو فهمتي كان فيه كما كنت بغات تجي للمغرب بحال هكا كانت في واحد البوست على ما عرفتش واش طنجة ولا شنو درت ليه لايك صافي معاه فهمتي طلعوا لي هذوك الناس اللي داروا لايك حيت صعيب تقلب في 500 كا غير هذاك البوست الاولاني يلاه داروا شي 15 واحد لايك دخلت ليه بنت ليا دايره تصويرتها ودايره شي لي ليتر بالعربيه تنقولها واش هادي كوريه كتكتب بالعربيه ولك يا ميساج ولا كومونتيتي ليها لا صيفط لها هو الاول حيت كانت بريفي ما يمكنش نصيفط لها ميساج صيفط لها ريكويست ونسيت دازت واحد السيمانه عاد باش اكسبتاتني واو حيت الميريكانيت نورمالمون كيأكسبتو شنو ما كيعرفوش والله العظيم الا دازت السيمانه صيفطتي لها ونسيتي نسيت مشيت تا صيفطات ليا غير مع اكسبتات الريكويست مع ميساج ديري قالت لي شكون انت ولكن في تصويرات زوينين ماشي دير بروفيل مثلا فيه الراجا والوداع وداك الشيء ديال لا 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 شوف كنت داير بروفيل صراحه فيه تصويره وحده ديالي اللي مبوستي صراحه صافي حيت كاين شي يعني كيبقى يحط داك الشيء ديال الالترا كيحط مثلا لا لا داك الشيء ما خدامش ها وكذا وتبقى يسحب له راه يطيح القوريات لا شفت شي واحد اللي كيلعب على الامريكي ولا شي حاجه من الاحسن يدير بوست ولا جوج يكونوا تصويرات نظيف شي قهوه مزيانه ولا شي حاجه صافي فهمتي اوكي يبان غير دري يبان دري نقي زوين فهمتي ماشي انت انا شرقي 70000 تصويره وحده 2005 ما يمكنش برافو عليك وسميتو شنو كانت صيفطات لك هي الاولى ولا انت صيفطتي ليها؟ لا صراحه راه قلت لك معاها اكسبتاتني معاها قالت لي شكون انت ديريكت شنو قلتي ليها؟ قلت لها انا حيت كما قلت لك درت دوك لي ليتر بالعربيه قلت لها راه صيفط لقيت لقيت الانستغرام ديالك وصراحه ما كانت شروبت معايا فهمتي كانت كيوت فهمتي داك الشيء داز ناضي فهمتي زعما شدات معايا ماشي كاينه تحس بديك الحقره ولا فهمتي ديك خصك شدات معايا ستوني قلت لها منين جبت الانستغرام ديالك قالت لي صافي كاينه وبقينا كنهضروا قلت لها علاش درتي العربيه قالت لك راه سكول حيت دايره شي دارت واحد البرونج ديال الراديولوجي تيك وقالت لي راه كيطلبوا لينا العربيه وقالت لكم عجباتني وقالت لكم نبي البلايص اللي عجبوني هو المغرب قالت لك هذاك الشيء علاش درت لايك لهذيك الكويز وانا راه سهلت عليا الطريق لحقاش هي ديجا عاجبها المغرب فهمتي انا عارفه ساعد عارفه زعما البلاد عارفه بزاف ديال الحوايج برافو عليك وبالنسبه ل انت لونجلي كنتي كتفهم فيها شويه قبل لا كنت لونجلي مزيان انا صراحه كانت عندي لونجلي مزيان في الباك ياك فاش شديت الباك درت ليكونومي في مراكش حيت كنت كنقرا ليكونومي فهمتي معاك عارف مع الفرونسي مشى ما بقيتش كنباراكتيسي بزاف فهمتي يا فهمتك واش من عام هادشي هذا فاش بديت تهضر انت وياه هادشي وقع في 2022 او قلت شي غير كاس عام راه صدقات هاد داكشي فن باش جاي باش داير داكشي يا خويا راه ما عرفت كيفاش صدقات هاد الفيزا ولكن ما كنصح بها حتى شي واحد صراحه هاد كيوان على حساب وبالنسبه للعمر كبير عليك صغير عليك قد لا غير 23 اللي عندها خويا سوفي 23 عام انت شحال في عمرك؟ انا 28 وكنت شوف ونزيد كنت انا موظف في المحكمه تما في المغرب يعني قول لي تبارك الله كنتي مصافي الدعوه مصافي البرطي وراه كيما قلت لك راه دابا القوري راه ما يمكنش انت تكون مثلا حفيان تلقى كنقصد بحفيان انت دابا مثلا جالس وبيتا تجيد كان خصك الا تزاد خصك مثلا تكون عندك طون تكري طونوبيل وتمشي وشي لعيبه ماشي انت تجي انت معول على كل شيء من النهار الاول ما يمكنش والله برافو عليك الساط وشحال انت كتهضر معاه باش جات المغرب
هذاك الشيء اللي قلت لك من قبل من عام هكاك تقريبا عام تقول ديك 3 شهور ثلاث شهور اونجاجينا وقالت لك هي اصلا ديجا بات ديال المغرب غير بحال قلت انا اللي زعمتها وملي جات معاك كما قلت لك لقاتني حتى انا كاين تما فهمتي لحقاش ندوز الحرب في المغرب عا في البلايص اما خلينا فين مشينا فهمتي خدينا 10 ايام ما جلسنا الطلاق اصحاب الدار وما قلت لهم راه جاتش با دير في الدار ما عندها ما دير باش مشيت كاع للدار وما قلتاش لهم كاع راه جات عندي حتى مشات وكي درتي ليها الصاد يعني ما قلتي لهم والو حتى جات والله ما قلت لها شي واحد لا ما فرصها كنت ساكن بوحدي انا فهمتي لحقاش كنت خدام في واحد البلاصه وكنت بوحدي واو والله لا برافو عليك وبالنسبه قبل كنتي مثلا تدفع القرعه عندك الباك وداك الشيء القرعه صراحه دفعت ليها العام عرفتي العام الاول قبل ما نهضر مع هذه كنت دافع ليها ما جاتش ما خرجتش ليها صراحه فاش كنت كنعرف هذه صافي قلت بلاش بحال الا بان ليا البلان غيصدق والله برافو عليك ولكن بالرجوله يعني كاينين سكيلز يعني كاينين المهارات ديال انه باش تقنع انسان يجي لعندك وتجوج بك يعني راه يعني كنتي انت انسان محترم تياما ما بقيتيش كتبدا الزواج من السيمانه الاولى انت تلاشت يا الهضره اللي قلتي كاينه معلم حيت كاينين الدراري ما عارفينش لي نورمالمون الثقافه حنا فين جبدنا الثقافه ديال لي زاميريكان غير من الافلام وراك عارف داكشي تيكون راي حيت دابا بنادم هنايا شنو كيدير كيدخل كيتعرف على قاوريه كيدوز مع جوج سيمانات كيقول لك كنبغيك كدوز سيمانه ثلاثه ولا تيقول لها هذيك اللعبه ديال راني خدام هنا غير صيفطي ليا ولا تعاوني معايا غندير معاك واش هو في المغرب كيتعرف على قاوريه تيقول لك صيفطي ليا الفلوس واش نيت شي البنت اللي تجبد لها كلمه الفلوس باي 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 بسلامه ولكن كيف قلت لك شوف ديما تنقول الناس هضر معاهم كانه صديق باغي ديري اصدقاء وصافي لا والله العظيم وسيرتو راك عارف ديك الكيوان كدوز صعيبه بزاف واحد البروسيس خصوصا الا ما كانتش نيت مقتنعه بك راه ما غاديش تصبر معاك تماما تيقولوا في الكومنتات يقولك يعني ان بين الاصل ديالك ماشي كازا وانت وقيل لي ساكن في كازا ماشي الاصل ديال كازا لا غير ساكن في كازا صراحه ماشي من كازا يا الحاجة الكومنتات يقولك بان غتكون مراكش شنو الاصل ديالك الا ممكن نسول اخويا فرحان لا دابا الاصل ديالي كازا وغير انا جده وسميتو كبرنا مع جده هي من كازا وسميتو ولكن انا كابر في مراكش كابر وقول لي قول لي بالرجل خي فرحان بغيت واحد السؤال قلتي فاش كنتي دخلتي الانستغرام تقدا وداك الشيء كانت في اول على قاوريه ياك تقول لي اش دابا نشرح لك مزيان حيت انا صراحه الفكره ديال الغربه كاينه ولكن انا باش تقول لي الغربه صراحه ماشي ما مقتنعش بها بزاف ولكن كيبان لي ما ماشي شي حاجه فهمتي اصلا كاينين شي العائله ديالي تما ما عمر كان عندي شي اهتمام غير نقول لهم شوفوا لي ولا شي لعبه فهمتي ما كان كيجيوني كيجي داك الشيء عادي عندي بحال الا ضربتي شي دويره في طنجه كتبان لي هذيك الاوروب فهمتي وصراحه الفكره د ميريكان منين جبتها راه من الصغر كان واحد النسيب كان في ميريكا انا كنعاود ديك 2008 2009 فهمتي ولي انفلونسيتي منه فهمتي معاك كيجيو داك اللبس اللي كيلبس ودوك التويشيات راه كيجي بيه باليزا عرفتي تيوريك شي لعيبات ما انت ما عمرك شفتيهم في حياتك ها ستيلو شي لعيبات فهمتي تما صراحه هزيت داك تنقول لها امريكان يقدر راه شي حاجه فهمتي وزيد عليها الافلام وداك الشيء وبنادم تيبحث واخا داك الشيء انت ما كتقولوش ولكن في الداخل كتانسبيرا منه راه خدمنا كاع دينا الخدمه فهمتي تمام عندك واحد السؤال خاي فرحان كاين شي اسئله كيبغيو يعرفوهم من الناس دابا بزاف ديال الناس اللي كتجي فيهم القرعه ولا كتجيهم فرصه انهم يجيو لميريكان كتكون عندهم خدمه زوينه في المغرب واش يبقى يقول لك واش انا نمشي واش ما نمشيش تقول انا كنشد كذا كذا انت قلتي ذكرتي انك كنتي خدام زوين تقدر تقول مثلا شحال كنتي كتشوشي في المغرب والله ما نكذب عليك انا راه دخلت للمحكمه دخلت ولد 24 سنه دخلت محكم محرر قضائي كان سمعت السميه ما عرفتش شحال كيديروا هذوك محررين شحال كيبداو معاهم المهم محررين كانوا ديك الساعات كيبداو معنا بين 5000 حتى 6000 درهم باش كيبداو معنا عندك خاص تكون ادبي واقيلا ياك عندك شي لا انا كنت سيونتيفيك كانوا بعض المرات كيطلبوا الاقتصاديين تيطلبوا دوك اللي عندهم البرونز ديال الاقتصاد وكيطلبوا الناس ديال القانون هادشي كيطلبوا بزاف الناس اللي عندهم اجازه في القانون فهمتي انا واتسجلت عندك قوري شحال وصلتيها معاهم وصلت تقريبا حطيتها في 10000 درهم انت كتشوشي 10000 درهم كمنتدب قضائي كيكودو تيدوزو امتحان ديال الكفاءه وشوف ونقول لك راه اي واحد هنا الا كان شي واحد هنا خدام في وزاره العدل راه غيقول لك شنو
كي دايره زعما وزاره العدل في التعامل ديالها، وفهمتي زعما كيعطيوك دي زافونتاج اللي زوينين، هي كيتعاملوا الصيف مثلا عندهم مخيمات فين تصيف كيعطيوه لك كاع ماليه اللي يقدر يدعموك، فهمتي عندهم امتيازات زوينه تمام تبارك اوكي. انا في درهم وتخلي فرصه المينيكان، انا بالنسبه له واخا يكون عندي راسك تاعهم، انا واخا يعطوني 20 مليون في المغرب ما غنبغي نجلس هنايا، حيت ما كتبقاش غير في الفلوس كتبقى حتى الكاليتي ديال الحياه. داكشي علاش بغيت نسولك اخي فرحان، نقولك مثلا دابا انت انسان ولا اغلبيه ديال المغاربة يقول لك انا نمشي غير 10000 درهم في المغرب نجلس في المغرب، لان المغرب زوين وكتبقى بلادي، ولكن كل واحد وكيفاش كيشوفها. انت مثلا علاش قدرتي تخلي كل شيء تجي لهنا وتبدا من ازيرو؟ كيف قلت لك اصلا حنا ما عرفتش انا واش هكا ولا حيت كنت انا مع الدراري ياك اللي زعما كنشوف من داك الصين، فانا ما ماشي تنقول هادو ما ماشي زعما ما قاصحينش، حنا كنقول لك الناس اللي عايشين تجارب خارجين الديور ديالهم من المغرب، حتى راه عارف من 17 سنه انت مثلا خارج تضرب تماره فهمتي كتصب على راسك وخصك تقرا وتنجح فهمتي كيفاش. انا تيبان ليا اي مغامره تقدر تدخلها فهمتي، ماشي انا مثلا جلست مع الوالدين هما اللي كيديروا لي كلشي كيقريوني كيديوني للمدرسه، هذا راه تقول لي غنمشيو هنا راه ما يمشيش معاك فهمتي كيفاش. ولكن اللي بغيت نسولك اخي فرحان هو انه كيف قلت لك الاغلبيه يقول لك مثلا كون كنشد 10000 درهم في الشهر في المغرب ما نمشيش لاوروبا ولا الامريكان، يعني مثلا شنو انت اللي خلاك تقول بلي صافي غنكيتي وغادي نمشي وغادي لواحد البلاد مجهوله الكونيكسيو واقيلا مشات لولا سي فرحان كتسمعني اخويا عزيز؟ قال مشات له الكونيكسيون. كتسمعني الاخوان بعدا كنبان لكم ياك؟ ايكون صونا له شي واحد الاخوان. بغيت نسولكم هذا السؤال وكنتمنى تكومونتيو مشات له الكونيكسيون واقيلا، كنتمنى تكونوا كومونتيو. انت يا شخصيا الى كنتي كتمشي 10000 درهم وجاتك القرعه ولا فيزا ولا ميريكان، واش تمشي الميريكان ولا تجلس تما مكافي؟ حيت نشوف الاراء نشوف الناس شنو غادي يقول، واش يمشيو الامريكان ولا يبقاو زعما في الخدمه ديالهم.